السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال. إن شاء الله ده الدرس رقم 27 من كورس إنشاء برنامج المستشفيات في لغة البي اتش بي مع استخدام فريم ورك لارافيل. درس النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن جزئية مهمة جدا. طبعا بنسبة كبيرة إحنا خلصنا جزئيات كتير في الداشبورد بتاعة الأدمن. إن شاء الله النهاردة عايزين نعمل عملية تسجيل دخول للدكتور. طبعا في الدروس اللي قبل كده أو في بداية الكورس كنا إحنا زبطنا إن داشبورد تدخل للأدمن وداشبورد تدخل للمريض. فالنهاردة إحنا عايزين نظبط داشبورد كمان عشان الدكتور لما يدخل يبدأ يشوف الكشوفات اللي راحت له على اسمه، وبناء عليها يبدأ إن هو يبدأ يعمل عملية الشغل بتاعته. طيب دي اول جزئية هنعملها في درس النهاردة، زائد ان احنا نعمل تغيير جذري في الداتابيز. طبعا لما قعدت مع نفسي حاولت ان انا بقدر المستطاع احاول اقلل جزئيات الفواتير شوية. طبعا احنا كنا بنعمل حاجة اسمها الجروب انفويسز وكنا بنعمل السنجل انفويسز، دي فواتير مجمعة وفواتير مفردة، دي كانت بترمي على جدول ودي بترمي على جدول. انا لا، اختصرت الجزئية دي شوية اختصارا للوقت اول حاجة، واختصارا عشان ان احنا بعدين لما نيجي نطلب فواتير ما نقعدش نطلب من اكتر من جدول. يعني الدكتور النهاردة لما يروح له كشف ما اقعدش كل شوية اقول له روح على جدول الفواتير المفردة هات لي الدكتور، روح على جدول المجمعة هات للدكتور، فهيبقى في ازعاج معانا في الجزئيات دي قدام ان شاء الله. فقلت الاختصار ده احنا هنعمل جدول عادي اسمه الفواتير، هياخد نفس الكولوم، وكل اللي علينا بس هنزود شوية كولوم معينة كده هنظبط بيها الدنيا ان شاء الله، هنشوفها خلال الفيديو. طيب في البداية انا دلوقتي عايز لما اجي هنا من اول ما اجي كده دلوقتي على سبيل المثال عملت تسجيل خروج اهوت، انا جيت دلوقتي عايز اعمل لوجن. حلو، لما كنت باجي اعمل لوجن هو بيسالني بيقول لي انت عايز تدخل كمريض ولا كادمن. انا بقى عايز اضيف كمان عايز اضيف كمان اوبشن هنا ان انا اضغط هنا يقول لي الدخول كدكتور مثلا على سبيل المثال، وفي نفس الوقت لما اجي اكتب اليوزر نيم والباسورد يروح يعمل تشيك في جدول الدكتور، وبعد ما يعمل تشيك في جدول الدكتور يحولني على الداشبورد بتاعت الدكتور. طيب خلينا واحده واحده كده، في البدايه نروح هنا اول جزئيه، هنروح على الريسورس، هنروح على الفيو، هنروح على داشبورد، الاقي عندي هنا يوزر وفي عندي اوس. انا في عندي هنا ساين ان اللي هي عمليه تسجيل الدخول. حلو، ده بيقول لي هنا التسجيل الدخول كمريض، وبعد كده بيقول لي الدخول كادمن. عايز اعمل برضو حاجة زيها كمان ان هو الدخول مثلا كدكتور مثلا على سبيل المثال. اول جزئية خلينا ناخد ديت بمنتهى البساطة كده، نيجي هنا واحدة واحدة كده، ناخد تابة تانية ونغير هنا نقول له فورم مثلا على سبيل المثال، دي فورم الدكتور مثلا على سبيل المثال. حلو، تركز واحدة واحدة بقى كده ونفهم الدنيا. أول حاجة أنا بقول له البانل ديت هتفتح على عندي الأي دي بتاعها هيبقى اسمه دكتور مثلا. طيب بلاش نكتبها كابيتال. حلو أوي لغاية الآن، كلام جميل. حلو، سيبك من ده دلوقتي، الراوت واحدة واحدة. طيب إيه تاني اللي هتفتح عنده؟ المفروض دلوقتي أنا هنا لو طلعت فوق كده المفروض انا كان عندي فيه السلكت، انا عندي هنا سلكت، المفروض لما اجي اضغط هنا ينزل لي السلكت هنا الدخول كدكتور. كلام جميل، هاجي هنا اهو على سبيل المثال خد السلكت ده او خد الاوبشن ده، انزل تحت كده قول له مثلا هنا، طبعا انت هتكتب بقى الترجمات بتاعتك، احنا خلاص اتعودنا وعرفنا الجزئيه دي، هنقول له مثلا الدخول مثلا هنا نقول له الدخول مثلا الدخول دكتور مثلا. حلو، حلو قوي، وبقول له ان الاوبشن دي الفاليو بتاعها ايه اسمه دكتور. ليه بقول له الجزئيه ديت؟ عشان الفاليو بتاع القيمه بتاعتها دكتور، اول ما يضغط على الفاليو ديت هو هيروح يبص فين؟ هيبص على البانل اللي اسمها ايه دكتور هنا. كلام جميل لغايه الان، تمام. تعالى كده نعمل ريفرش ونشوف هل فعلا هي اتغيرت ولا لا. المفروض دلوقتي انا عندي الدخول كدكتور، او ما ضغطت هنا قال لي الدخول كادمن. طيب طبعا هنا ما انساش هنا ان انا اكتب هنا اهو الدخول
دكتور مثلا اهوت عشان اتاكد فعلا هو بيروح هنا ولا لا، لان هنا بيقول لي الدخول كادمن الدخول كمريض، انا عايز ان انا اعمل سيلكت هنا لازم يغير لي التابه بتاعتي دي عشان اتاكد فعلا هو بدا يشوف الفورم بتاعت الدكتور ولا لا. قلت له الدخول كدكتور اهو، قال لي الدخول كدكتور. اذا دلوقتي هو بص على التابه دي، هو لما بيضغط في الاوبشن هنا، تعال عشان تبقى انت فاهم، انا هنا عندي اوبشن، اول ما الاوبشن السيلكت ده بيبدا يختاره هو على طول بيشوف الفاليو بتاعه ايه. الفاليو بتاعه دكتور، يبقى انت قاصد ان انا ابين لك الفورم بتاعت الدكتور. حلو اهو، رحت انا تمين لك الدكتور. حلوه لغايه الان الكلام جميل وزي الفل. طيب الدخول كدكتور ده المفروض هيروح على ايه؟ هيروح على راوت اسم لوجن دوت ادمن. لا امال ايه يا باشمهندس؟ هيروح على الراوت دوت اهو، خلينا نقول له انت هتروح على راوت. حلو، طيب هل انا عندي الراوت ده اصلا؟ ما عنديش الراوت ده. طيب اذا دلوقتي ايه اللي هعمله بمنتهى السهوله؟ اهوت هروح رايح على، نروح على الراوت، هنروح على الاوس. انا عندي هنا كان عندي ده نظام الاوزنتيكيشن بتاع اليوزر العادي اللي هو المريض، وده كان نظام الاوزنتيكيشن بتاع مين؟ بتاع الادمن. طيب بمنتهى السهوله كده انزل تحت، خد ده مثلا كوبي على سبيل المثال اهوت، وانزل هنا كده خد منه جزئيه تانية، ونغير نحط بس الاسم بتاعنا عشان تبقى انت عارفه كدكتور. حلو قوي لغايه الان الكلام جميل. حلو، انا هنا بقول له لوجن ادمن، لا هقول له بقى خلاص بقى انا غيرت الراوت بتاعي، قلت له هنا دكتور. كلام جميل، وبرده نفس القصه في اللوج اوت، بقول له انا عندي اللوج اوت اسمه دكتور. كلام جميل، وبيروح على ادمن كنترول. لا هو ما بيروحش على الادمن كنترول، احنا لسه هنشوف الجزئيه دي، سيبك من دي دلوقتي. طيب السؤال المهم جدا، هو ده دلوقتي كده كده اوريدي ده هتظهر له عشان هو في الجست، هو راجل مش عامل نظام اوزنتيكيشن. كلام جميل، طيب قلت له دلوقتي وانا بعمل عمليه لوج اوت، يعني انا في الوقت من الاوقات لو حبيت اعمل عمليه لوج اوت انا لازم اكون مسجل جوه اوس ايه؟ الله ينور عليك، مش جوه اوس الادمن، امال ايه؟ جوه اوس الدكتور. باشمهندس نعم، هو انا عندي اصلا اوس دكتور؟ اقول لك هنعمله لسه دلوقتي. طيب لغايه الان انا بظبط الجزئيات بتاعتي عشان ابقى انا الراوت بتاعي دوت تمام. طيب بقول له لوجن دوت ادمن، لا انا عندي لوجن دوت دكتور واللوج اوت دوت دكتور. اذا دلوقتي انا ظبطت الجزئيه دي خلاص، هو بقى فاهم ان في راوت اسمه راوت اسمه لوجن دوت دكتور، هنا هيجي يبص على ده عادي. طيب هو هياخد منين؟ من الجزئيه دي، هو مش هياخد من الادمن كنترول، لا هو هياخد من ايه؟ من الدكتور كنترول. طيب كلام جميل، اذا دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ راوت كنترول. حلو اهو، هنا عندي ادي الاب موجود، عندي الاتش تي تي بي موجود، عندي الاوس، ادي عمليه يعني انا دايما ايه بحب ان انا افصل كل الحاجات بتاعه الايه الاوس في مكان واحد. طيب انا عايز نظام الاوثنتيكيشن بتاع الدكتور يبقى هنا، يبقى انا هعمل كنترولر هنا اسمه دكتور. بس السؤال بسيط جدا، باشمهندس احنا عندنا قبل كده كان في راوت برضو اسمه دكتور. لا لو هو مش في نفس المكان عادي هو مش هيعترض على الاسم، يعني هو مش هيجي يقول لك دلوقتي مثلا على سبيل المثال انت عندك دكتور في مكان تاني فهو هيعترض عليه، لا هو مش هيعترض عليه عادي خالص، هو هيعترض يعني مش هنعترض. طيب ومع ذلك خلينا نيجي نجرب مثلا هنا، احنا عايزين نقول له ايه؟ عايزين نقول له مثلا بي اتش بي artisan make. طيب عايزين نعمل ايه؟ هنقول له مثلا كنترول كنترولر. طيب الكنترولر بتاعنا هيبقى فين المسار بتاعه؟ هيبقى في مسار الاوس طيب هيبقى في مسار الاوس وبعد كده هتعمل ايه؟ هتعمل هتقول له مثلا دكتور طيب انا دلوقتي ايه اللي انا عملته؟ قلت له انا عايز تعمل لي بي اتش بي ارتيزن ميك كنترولر. كلام جميل، قلت له لا بس استنى انت هتدخل جوه الاوس هتلاقي في عندك هتنشئ لي دكتور كنترولر. تمام حلو، لو انا جيت دلوقتي هنا عملت ريفريش اهو ظهر عندي الايه الدكتور كنترولر. لغايه الان الكلام جميل حلو، كل اللي عليا بس ايه خد الاسم بتاعه كده وتعالى هنا عشان نبقى احنا ماشيين في كل خطوه مظبوط.
طيب انت هنا ظبطت الراوت بتاعك، كل اللي عليك ان انت هتقوله لا، انت هتدخل جوه حاجه اسمها دكتور كنترولر. كلام جميل، حلو اهو، لغايه الان الامور تمام. وقلت له دلوقتي انا عايز امبورت. حلو بقى، ركز بقى في الجزئيه ديت من الذكاء بتاع بي اتش بي ستورم. هو دلوقتي لما انا جيت قلت له لو سمحت انا عايزك تعمل لي امبورت للكلاس، سالني قال لي انت دلوقتي انت عندك اتنين كنترولر للدكتور، انت عايزني اعمل لك انهي امبورت فيهم؟ هل انت شغال على الداشبورد ولا شغال على نظام الاوزنتيكيشن دلوقتي؟ طيب في بعض الناس بتعمل جزئيه نظام الاوزنتيكيشن بيعملها في جد في كنترولر واحد، يسميه مثلا اوس كنترولر، ويحط مثلا يقول لك مثلا الفانكشن مثلا هنا، يقول له مثلا على سبيل المثال انا بقول لك اللي بيحصل عشان ما تقولش الكلام ده غلط، مثلا يقول له ستور سي مثلا دكتور، ديستروي مثلا دكتور مثلا، انا بقول لك يعني اللي بيحصل، ويبدا يبعت مثلا على، هيبقى عنده هنا كنترولر واحد اسمه اوس كنترولر، ويبقى يقول له انت تروح على فانكشن اسمها ستور كنترولر، انت تروح على فانكشن مثلا هنا، يبقى اقول له مثلا على سبيل المثال ستور ادمن مش عارف ايه الكلام ده كله. كل ده انا بخليه يروح فين؟ يروح في كنترولر واحد بس. بس انا فصلت الجزئيه، خليت الادمن كنترولر يكون خاص بالاوس بتاعه لوحده، وعند الدكتور كنترولر خاص بالاوس لوحده. لما باجي اعمل امبورت هنا بيبدا بيسالني البي اتش بي ستورم، بيقول لي خد بالك انت عايز تعمل امبورت الكلاس، عايز تعمل امبورت لكنترولر اسمه دكتور ادمن صح؟ قلت له ايوه مظبوط. قال لي بس استنى انا عندي اتنين ادمن لكنترولر اللي هو بتاع الدكتور، انا عندي اتنين، اخد اي واحد فيهم؟ قلت له لا، انا دلوقتي انا عايزك تعمل لي امبورت للكلاس بتاع الايه الاوس. قال لي خلاص كده انا فهمت، بالدليل ان هو هيجي هنا اهوت، عمل دلوقتي هو دخل جوه ال HTTP controllers، وبعد كده راح داخل على الاوس، وبعد كده دكتور كنترولر. حلو قوي، لغايه الان الامور كلها تمام بالنسبه لك اهو. انا كده بالنسبه لي ظبطت الراوت بتاعي، دلوقتي بقت الامور بالنسبه لي تمام والدنيا زي الفل. هيدخل هنا على الكنترولر، والمفروض يكون لما يجي يعمل لوج اوت يكون هو جوه جاردد اسمه دكتور. هلا يا باشمهندس انا عندي جاردد اسمه دكتور؟ لا ما عنديش جاردد اسمه دكتور لغايه دلوقتي. لغايه الان الكلام جميل. طيب ادا الكنترولر بتاع مين؟ بتاع الدكتور. طيب لو جينا نروح على كنترولر الادمن، احنا كنا عاملينه من نوع ريسورس، خلينا نشيل الكلام ده لان احنا ايه ما كناش محتاجين كل الكلام ده، احنا بس محتاجين ان هو يعمل عمليه لوجن وعمليه ديستروي. حلو، بمنتهى السهوله كده زي الشاطر. هاجي دلوقتي اخد الكلام اللي كان موجود في الادمن بمنتهى السهوله، اروح رايح حاطه فين؟ في الدكتور. حلو، بس واحدة واحدة نتقل كده ونشوف ايه اللي هيتغير هنا. طيب اول جزئية ان هنا ده نظام الاوزنتيكيشن تمام، بيقول لي انك هتروح ريدايركت على راوت سيرفيس بروفايدر. هنا دلوقتي ليه حاجة اسمها الادمن؟ لا انا مش هروح على راوت سيرفيس بروفايدر اسمه ادمن. ليه؟ لاحظ كده انا لو وقفت دلوقتي كده وعملت هنا بيقول لي انك هتروح على داشبورد ادمن، لا انا ما فيش عندي حاجه اسمها داشبورد ادمن، امال انا عندي حاجه اسمها ايه؟ المفروض هيكون عندي حاجه اسمها داشبورد سلاش دكتور. كلام جميل. فاذا دلوقتي انا هقول له انك مش هتروح على الكلام ده، انت هتروح على حاجه اسمها دكتور. طيب سؤال بسيط، هو دلوقتي لو جيت وقفت هنا هيقول لي undefined constant، هو مش عارف اصلا في حاجه اسمها دكتور. ليه يا باشمهندس؟ ما هو انت اصلا ما فهمتوش دكتور ديت هتروح على راوت اي راوت، هو مش فاهمه، هو ما بقاش فاهم دلوقتي. طيب عشان انا يبقى فاهمه ازاي، المفروض دلوقتي انا اروح على حاجه اسمها راوت سيرفيس بروفايدر. كلام جميل، حلو قوي. ده فين؟ ده بيكون في ادا الاب HTTP في الميدل وير، قصدي معلش هيكون في البروفايدرز، عندي هنا عندي حاجه اسمها راوت سيرفيس بروفايدرز اهو، هضغط عليها. حلو، انت كنت عامل كونستانت للكلام ده كله، انت كنت عامل كونستانت للهوم، عامل كونستانت للادمن صح؟ خد ده كده كوبي زي الشاطر اهو، وتعالى هنا اعمل واحد ده واحد للدكتور. كلام جميل، حلوة. انا كده دلوقتي عملت كونستانت للدكتور، بس هنا دلوقتي هو هيروح على داشبورد اسمها الداشبورد سلاش مش ادمن، امال اسمها ايه؟ دكتور. حلو، كلام جميل، اقف لغايه الان الكلام جميل. طب هو انت اصلا عندك الراوت ده او انت عندك المسار ده مش موجود عندك، طب هو منين يا باشمهندس؟ اهو نروح رايحين على ريسورس، نروح على الفيو، نروح على معلش نروح على الراوتس
اهوت هنروح على الباك اند. احنا بنشتغل فين؟ في الباك اند. كلام جميل. نطلع فوق كده اهو. انت كان دلوقتي المفروض في داشبورد للادمن وفي داشبورد لليوزر، صح؟ اه. خد زي الشاطر كده، انت ممكن تاخد دي كده كوبي اهوت، بس عشان ان انا اظبط الراوت بتاعه عشان يبقى هو عارفه. حلو، كلام جميل. انا بقول له هنا داشبورد هتبقى مش ايه، مش دكتور، امال هتبقى ايه؟ مش ادمن، هتبقى ايه؟ دكتور. كلام جميل. وبقول له هنا مثلا على سبيل المثال اند داشبورد دكتور. لغايه الان الكلام جميل. طيب بقول له انك هتروح على راوت اسمه دكتور سلاش، هتروح على راوت اسمه داشبورد سلاش ايه؟ سلاش دكتور. الله ينور عليك، كلام جميل. وقلت له انك بتشتغل في الميدل وير او الاوز بتاعك اللي يقدر يدخل على الداشبورد ديت هو مين؟ هو يكون عامل نظام اوثنتيكيشن فين؟ في جاردد اسمه الدكتور. حلو قوي. احنا لسه الان ما عملناش الجاردد، بس احنا بنظبط الدنيا عشان نعمل الجاردد بتاعنا. كلام جميل. قلت له دلوقتي انك هتروح ريتيرن فيو، هتروح على داشبورد دوت ادمن دوت داشبورد. لا، انت مش هتروح على الكلام ده كله، امال انت هتروح فين؟ هتروح ريتيرن فيو، هتروح على ريسورس، هتروح على داشبورد. انت عندك هنا دكتورز، صح؟ لا، انا هفتح مثلا، افتح دايركت كده جديده واقول له انت هتروح على مثلا، ممكن اقول له هنا اهو دكتور. انا عندي مثلا هنا عندي في فولدر اسمه دكتور، انا كنت عامله من نوع ايه؟ معلش انا ما عملته، ثواني. احنا ممكن اخترنا الفايل غلط، اخترت نوع الفايل غلط، ثواني. حاضر، انا قلت له دلوقتي انت هتقف هنا وتعمل نيو، نقوله دايركتري. تمام. هنا دلوقتي انا قلت له انك عندك فولدر اسمه دكتور. كلام جميل. انت جواه دكتور ده هيكون جواه الداشبورد بتاعت. فانا هنا دلوقتي هغير الكلام ده كله، اقول له انك هتروح على داشبورد، هنا هتروح على دكتور دوت داشبورد دوت دكتور، وتلاقي الداشبورد بتاعتك موجوده فيها. طيب تعالى كده بس نشوف مشروعنا من بعيد كده. من هنا نروح على الريسورس، نروح على الفيو، نروح على الداشبورد. المفروض عندي هنا، انا عندي هنا الدكتور بتاعتي اهو، المفروض عندي يكون هنا الداشبورد بتاعت الدكتور، مظبوط؟ طيب كلام جميل. انا دلوقتي ممكن اعمل حاجه بسيطه، اروح على اليوزر اخد منها كوبي اهو، الداشبورد بتاعت مين؟ بتاعت اليوزر ديت اللي احنا ما كناش لسه اشتغلنا عليها، واحطها هنا ويبقى اسمها داشبورد. حلو، عشان ان انا اتاكد ان الامور كلها تمام اهو، لو جيت هنا دخلت على الدكتور بتاعي هلاقي موجود هنا داشبورد مكتوبه ومكتوب ويلكم يوزر، صح؟ هسميها مثلا هنا، هقول له ويلكم دكتور، عشان بس لما اجي ادخل عليها ابقى انا عرفت فعلا ان انا دخلت على الداشبورد بتاعت الدكتور ولا لا. حلو، لغايه الان الكلام جميل والدنيا حلوه وزي الفل. هو كده ظبطت الراوت بتاعي اهوت. انا قلت له داشبورد، انا عندي راوت اسمه داشبورد دوت دكتور، خلاص هو بدا يفهم ويعرف الدنيا ماشيه ازاي. وقلت له دلوقتي انك هتروح على الريتيرن فيو على الداشبورد، هتدخل جوه فولدر اسمه دكتور، هتلاقي في حاجه اسمها داشبورد. وقلت له اللي يقدر يزور الحته ديت او يكون موجود فيها يكون عامل نظام اوثنتيكيشن في ميدل وير اسمه الدكتور. لغايه الان الكلام جميل. حلو، وانا انت رحت على السيف على راوت سيرفيس بروفايدر، هو خلاص بقى فاهم الكونستانت ده ان في فعلا حاجه اسمها بالشكل ده. لو انا جيت رحت وقفت هنا، لاحظ هو ما قاليش undefined، خلاص هو بقى فاهم، هو بقى فاهم كلمه دكتور ديت بتوديه فين. حلو، لغايه الان الكلام جميل في الكنترولر. حلو، يبقى احنا اول جزئيه ديت عمليه الستور هو فهمها. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده تاني يا باشمهندس؟ في عمليه اللوجن، هو دلوقتي لما يجي يعمل لوجن هو هيعمل لوجن من ايه؟ من اوس ايه؟ من اوس اسمه ايه اهو، هيعمل لوجن من ايه؟ من الاوس بتاع الدكتور. لغايه الان الامور كلها تمام والدنيا زي الفل. طيب حلو قوي، انا دلوقتي ظبطت ديت، ظبطت اللوجن واللوج اوت في الكنترولر. لغايه الان الامور كلها تمام، وظبطت هنا الكونستانت بتاعي والدنيا زي الفل. كده مبدئيا انا خلصت اول الخطوتين دولت، الراوت بتاعي خلاص انا خلصته وهو بقى عارف. كلام جميل. وعندي هنا الجزئيه بتاعتي اهيت،
هنا دلوقتي خلاص هو بقى فاهم ان خلاص المسار بتاعي، واللي هيقدر يزور المسار ده منين هيكون من الدكتور. لغاية الان الدنيا زي الفل والامور كلها تمام. حلو، قفل الكلام ده، قفل الكلام ده، قفل الكلام ده. حلو قوي. ايه اللي بعد كده يا باشمهندس؟ هروح اعمل الميدل وير بتاعي او اعمل الجاردد بتاعي. حلو قوي. لو رحت على الكونفيج هلاقي في عندي حاجه اسمها الاوس. حلو قوي، كلام جميل. انت كنت عامل واحد اسمه ادمن، واليوزرز هو كده كده ايه بيبقى عارفه ان هو بيدخل على اليوزر. حلو، زي الشاطر كده، خد ده كده كوبي، هنسميه انا عندي جاردد هنا اسمه دكتور. كلام جميل. طيب هو هيروح على جدول اسمه ايه؟ هيروح على جدول اسمه دكتورز، البروفايدرز بتاعه اسمه دكتورز. كلام جميل. انا كده ظبطت الايه، اسم الراوت بتاعي اسمه، اسم الجارد بتاعي اسمه دكتور. حلو قوي. انزل بقى تحت شويه كده، انت كنت عامل هنا ان الجزئيه بتاعتك فين بقى؟ انت بتقول له الادمنز ديت، انت هنا كنت بتقول له الادمنز زي معروف ان هي راح على جدول ادمنز، فانا قلت له هنا انا عندي جارد اسمه دكتور هيروح على جدول اسمه دكتور. قال لي خلاص ماشي، بس عرفني الليكوينت بتاعه او الموديل بتاعه. حاضر، هاخد نفس القصه ده كوبي كده واقول له هنا انت كنت واخده هنا اسمه دكتورز. قلت له انا عندي هنا حاجه اسمها دكتورز. قال لي كلام جميل. قلت له انت هتروح فين؟ هيروح الموديل بتاعك المفروض هيكون عندي موديل اسمه دكتور اهوت، عندي موديل الدكتور. حلو قوي. لغايه الان الامور كلها تمام وزي الفل. انا كده عملت الجارد بتاعي وتمام زي الفل، بس انا لسه ما عرفتش الدكتور ان انا بعمل نظام اوثنتيكيشن دلوقتي. هو مش فاهم لسه. ليه هيفهم؟ اهو زي بمنتهى البساطه كده، انا جيت هروح على الاب، هروح على الموديل بتاع الادمن. بص على الادمن، انت هنا كنت بتقول له اكستندد اعمل لي نظام اوثنتيكيشن، صح؟ حلو قوي. يبقى انا هنا دلوقتي على الموديل بتاع مين؟ بتاع الدكتور. فين موديل الدكتور؟ اهو انا بقول له هنا الموديل انت هتعمل اكستند للنظام الاوثنتيكيشن عشان اعرفه ان انا بعمل نظام اوثنتيكيشن وبعمل تسجيل دخول والامور كلها تمام بالنسبه لي وزي الفل. هنا تمام كده، الامور كلها تمام وزي الفل. طيب خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نجرب الجزئيات بتاعتنا نشوف كده هتشتغل معانا ولا لا. طيب اول حاجه خلينا ندخل ان احنا ندخل كادمن ونضيف دكتور جديد له يوزر نيم وباسورد ونبدا نشوف هل فعلا هو هيروح على الداشبورد بتاعته ولا مش هيروح على الداشبورد بتاعته. حلو، تعال هنا نقول له مثلا على سبيل المثال انا عندي الاطباء عرض الكل. طبعا هو عامل لي اطباء، لو تتذكر ان احنا كنا عاملين نظام اللي هو السيدر فعامل لي اطباء عاديين، فانا عايز اعمل الطبيب يعني عادي كده ايه اكون انا فاهم وعارف الباسورد بتاعه. هضيف دكتور جديد مثلا اهوت، انا هضيف دكتور مثلا اسمه خالد، اي كان دكتور خالد مصطفى مثلا. حلو، وهنا المفروض الايميل بتاعه مثلا اسمه دكتور مثلا على سبيل المثال. خلينا نقول مثلا هنا بلاش كابيتال، تمام. انا كده الايميل بتاعه اسمه دكتور @gmail.com مثلا على سبيل المثال. خلينا ناخده كوبي معانا كده عشان ما نقعدش كل شويه نكتب، واقول الباسورد بتاعك من 1 2 3 4 5 6 7 8. حلو، رقم الهاتف بتاعك اي ارقام في اي ارقام مثلا على سبيل المثال، اديله بس اي حاجه، وقسم الجراحه مثلا على سبيل المثال، ومواعيده من مواعيد كذا كذا ايا كان. حلو قوي، وجيت ضغط تسجيل دخول. هو كده دلوقتي اضاف الدكتور فين؟ في جدول الدكتورز. حلو قوي. لو انا جينا روحنا هنا على قلنا له الهوسبيتال، عندنا هنا الدي بي، تعالى ندخل على الداتابيس بتاعتنا نتاكد فعلا هو ضاف الدكتورز ولا لا. لو روحنا على جدول اسمه دكتورز عشان بس نتاكد الامور كلها تمام بالنسبه لي عشان لما اجي اعمل تشيك يبقى انا عارف. طبعا هنا دلوقتي انا عايز اقول له اظهر لي مثلا 250 رو، اهو انا عندي الايميل بتاعي اسمه دكتور @gmail.com. حلو قوي، لغايه الان الامور كلها تمام وزي الفل. هاجي هنا اعمل تسجيل خروج، هاجي من بره عادي، اول حاجه هقول له دخول كدكتور. كلام جميل، بيسالني بيقول له حط الايميل بتاعك، هحط الايميل بتاعي اللي هو دكتور @gmail، واقول له الباسورد بتاعنا 1 2 3 4 5 6 7 8. انا كده من 1 ل 8، واعمل لوجن. حلو، بيقول لي ان في غلط في اليوزر نيم والباسورد، اتاكد بس احنا
كتبنا اليوزر نيم والباسورد صح ولا لا؟ اهوت 1 2 3 4 5 6 7 8. انا عايز بس اتذكر هو ده الباسورد اللي احنا كاتبينه ولا لا. طيب هو كده دلوقتي في مشكلة. طيب تعال نشوف ايه المشاكل نحلها مع بعض واحدة واحدة. هو هنا دلوقتي تعال نفهم واحدة واحدة كده. نروح على الادمن، نروح على الكنترولر، نروح على الاوس، نروح على الدكتور. هنا دلوقتي هو المفروض دلوقتي هنا بيعمل نظام الاوزنتيكيشن. اه طيب ماشي، انا عرفت مشكلتي فين. واحدة واحدة، حلو. انا كده لغاية الان تمام زي الفل. اقول لك الغلط فين عشان تبقى انت فاهم. حلو، وده برضو من الحاجات اللي احنا ايه لازم نكون فاهمين. تعالى دلوقتي انا على سبيل المثال، انت هنا دلوقتي هو بيعمل ريكويست. هو دلوقتي اصلا لما جيت ادخل على الدكتور كنترولر هنا بيقول لي انت مثلا داخل على فانكشن اسمها ستور. كلام جميل. انت في ريكويست عندك هنا اسمه ادمن لوجن ريكويست. حلو قوي، في ادمن لوجن ريكويست. لو انت رحت على الاب قلت له هنا مثلا على سبيل المثال روح لي على الريكويست بتاعي، انا في عندي في الاوس عندي في ادمن لوجن ريكويست، صح؟ هو عامل الجزئيه دي. طب انا مش عايزه يعمل الجزئيه ديت خالص، لان هو دلوقتي بيعمل تشيك فين؟ لاحظ هو بياخد تشيك على جدول الادمن. برضو انا كده دلوقتي في عندي خطا في الحته ديت، انا بنفذ فاليديشن في جوه الجارد بتاع الادمن. لا انا مش عايز انفذ فاليديشن جوه جارد الادمن، لا انا عايز انفذ فاليديشن هنا. طيب خليني مثلا اقول له هنا على سبيل المثال اقول له بي اتش بي اي ار تي اي اس اي ان ميك، انا عايزك تعمل لي ريكويست. هتعمل لي ريكويست، خلينا مثلا نقول له هنا الريكويست بتاعنا مثلا خلينا مثلا نقول له هنا احنا عايزين نسميه ايه، عايزين نسميه مثلا دكتور. نقول له لوجين ريكويست مثلا. حلو، انا بقول له دلوقتي انا عايزك تعمل لي ريكويست جديد اسمه دكتور لوجن ريكويست، تعال ننفذ. طيب هو دلوقتي المفروض يكون فعليا هنا دلوقتي اهو انشا لي الدكتور ريكويست. كلام جميل لغايه الان، اهو ادي الدكتور ريكويست انشاه لي. حلو، خلينا اشيل الكومنت ديت عشان ايه ابقى انا فاهم الجزئيات اللي عمال. اول حاجه انا عايز اقول له ان حد هنا هيقدر يدخل معايا هنا في الريكويست ده. لغايه الان الامور كلها تمام. اجي اخد هنا الريكويست واضمن هنا النظام الاوزنتيكيشن هنا عندي في الدكتور كنترولر، اقول له لا انا بستخدم هنا الريكويست بتاع مين؟ بتاع الدكتور. كلام جميل، خليني امسح بتاع الادمن ديت عشان ايه ما انتوش. لغايه الان الكلام جميل. طيب شايف الريكويست اللي اتعمل في الادمن اهو. تعالى ناخد الرولز مثلا على سبيل المثال، اهي هناخد الريتيرن بتاعه الرولز هنحطها هنا، هنا اهي. هو دلوقتي هيعمل تشيك على الريتيرن بتاعه اليوزر نيم والباسورد. لغايه الان الكلام جميل. طيب يتبقى عندي هنا ايه الجزئيه بتاعه الايه الاوزنتيكيشن، والجزئيه بتاعه اللي هي لو في اي مشكله يرجع له بحاجه. طيب ما فيش مشكله، تعالى ناخد ده، خد ده كده كله بالكامل اهو من اول هنا، وتعالى هنا حطه لي هنا اهو، وطبعا ضمن لي الحاجات اللي موجوده معايا في الكلاسات اللي موجوده معايا، وشيل لي هنا الجزئيات ديت مثلا عشان الكومنت دي ما تتوهش الدنيا. تمام، ده النظام الاوزنتيكيشن اللي جوه لارافيل. انا ما عملتش اي جديد. حلو قوي، كل اللي عليه هنا في عمليه الاوزنتيكيتد المفروض دلوقتي انا بقول له لو الجارد بتاعي ادمن، لا انا هنا دلوقتي هنا في الفاليديشن بتاع الدكتور هقول له لو الجارد بتاعي اسمه دكتور. كلام جميل، انت هتروح تعمل تشيك على الجارد بتاع الدكتور، لو الجارد بتاع الدكتور تمام في اليوزر نيم والباسورد هتبدا ان انت ايه تشتغل معايا بشكل صحيح. طيب حلو كده، دلوقتي اقفل كل الكلام ده، نقفل كل الحاجات ديت والامور كلها عندي تمام وزي الفل. انا كده دلوقتي في جدول الدكتور اهوت استدعيت الفاليديشن بتاع الدكتور. حلو، لان هو هنا كده دلوقتي لما كنت اجي ادخل اليوزر نيم والباسورد هو مش فاهم وقعد يقول لي اليوزر نيم والباسورد غلط، لان انا اصلا اليوزر نيم والباسورد دولت من بتوع الدكتور، وانا بقول له اعمل تشيك في جدول الادمن، فهو بالتالي ما كانش فاهم الجزئيه دي. طيب تعالى نعمل هنا ريفرش كده ونروح ناخد الايميل بتاع الدكتور بس عشان اتاكد الدخول كدكتور. هقول له هنا
انا عايزك تدخل هنا، والباسورد بتاعنا كان كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تقريبا على ما اعتقد. نقول بسم الله، طيب هو دلوقتي هنا لغايه الان جاب لي رساله معينه كده، قال لي ان في مشكله في اليوزر نيم والباسورد. انا عايز اتاكد بس احنا كاتبينهم صح ولا لا، لان هو هنا كده مش فاهم اليوزر نيم والباسورد. يا ترى احنا كنت عاملين هنا من 1 ل 7 ولا من 1 ل 8؟ انا مش متذكر، انا بحاول برضه افتكر تاني. الدخول كدكتور، انا عايزك تعمل هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 تقريبا. الباسورد من 1 ل 8 برضه هو هنا بيديني غلط. طيب مفيش مشكله، نراجع الشغل بتاعنا واحده واحده. اقفل بقى الكلام ده عشان ممكن تكون خطوه من ضمن الخطوات وقع معانا ومش فاهمينها. حلو، اول حاجه انا بقول له لو سمحت انك هتروح هنا، ركز، انا عندي هنا في الراوت بتاع الباك اند. واحده واحده كده نفهم ممكن يكون عندنا خطا في ايه. طيب انا هنا في نظام الاوثنتيكيشن، انا بقول له انا في لوجن، عندي لوجن دكتور، لما هتدخل عنها عندها هتبدا تدخل في الراوت ده اللي هو لوجن دوت دكتور. كلام جميل لغايه الان، الامور كلها تمام وهو فهم الجزئيه دي خالص. هيروح هنا على، هيروح فين؟ هيروح هنا على ريسورس، هيروح على الاوس على الدكتور. كلام جميل، هو هيروح دلوقتي يعمل نظام اوثنتيكيشن هنا بناء على الفاليديشن اللي جاله من الريكوست. كلام جميل، لو الريكوست بتاعه صحيح هيروح يحولني على حاجه اسمها دكتور كنترولر. كلام جميل لغايه الان، تمام زي الفل. لو في اي مشكله هنا دلوقتي هيطلع لي الرساله دي، يعني معنى ذلك ان هو وصل هنا وطلع لي الرساله ديت لو في اي ايرور. طيب اي ايرور يبقى انا اتاكد من الريكوست بتاعتي تاني. جايز في اي حاجه احنا ناسينها؟ عندي هنا اد ريسورس اد ريكوست، عند عندي هنا الريكوست بتاعتي، انا بقول له انك هتروح على جارد اسمه دكتور. كلام جميل، ولو في اي مشكله عندي هنا في اليوزر نيم والباسورد المفروض يظهر لي الرساله دي، فهو ظهر لي الرساله ديت، فبناء عليه انا ما بقتش، هو ما بقاش فاهم الجزئيه دي. طيب خليني بس ايه لكي يطمئن قلبي، لان انا حاسس ان في حاجه مش مظبوطه. الباسورد ممكن انا نسيت من 1 ل 6 مثلا او من 1 ل 8، خلينا ايه تاكيدا يعني، لان كده اليوزر نيم والباسورد مش صح، غلط. انا عندي دكتور هنا اسمه خالد مصطفى، ندخل هنا نقول له تغيير كلمة المرور 1 2 3 4 5 6 7 8. حلو، وهنا نقول له 1 2 3 4 5 6 7 8، نقول له تأكيد عشان بس نغير له الباسورد، نتأكد ان الباسورد سليم ولا مش سليم. حلو لغاية الان كده تمام زي الفل، قال لي تم التعديل بنجاح. حلو، لو انا جيت عملت تسجيل خروج واجي اقول له هنا لوجن، قلت له انا عايزك هنا تدخلني على الدكتور، وقلت له ده الادمن او اليوزر نيم والباسورد بتاعي، قلت له هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 واتاكد من هنا. طيب لو اداني غلط يبقى احنا عارفين ان هو بيديني غلط. طيب هو بيديني غلط ليه؟ برضو نرجع نشوف، انا بص معاك لاخر حاجه، نتأكد من الكنترولر بتاعنا بتاع نظام الاوثنتيكيشن نفسه من الاول اهوت. ادي الدكتور اهو، انا دلوقتي بقول له هنا انك هتاخد الريكوست بتاعتي، خلاص تمام هو اخد الريكوست هنا تمام، وبعد كده انتك هتعمل دلوقتي ريدايركت على الجزئية دي. طيب اتأكد في الباك اند بتاعي في الداشبورد بتاعتي، انا قلت له انا في عندي داشبورد اسمها دكتور واخد نظام اوثنتيكيشن اسمه دكتور. لغايه الان الامور كلها تمام وزي الفل، دكتور ادمن. حلو، اتاكد برضو من حاجه تانية في عمليه الساين ان، اد الريسورس اد فين الساين ان،
other sign in. انا قلت له دلوقتي انك هتروح هنا على الراوت بتاعي بتاع لوجن دوت دكتور. طيب لغايه الان انت كده الراوتات بتاعتك سليمه وزي الفل والامور كلها تمام. طيب نتاكد برضو من الريكوست بتاعتنا دلوقتي انك هتاخد هتروح لو الجارد بتاعك دكتور هتبدا تاخد الدكتور معاك. طيب لغايه الان الامور كلها تمام. اتاكد برضو من حاجه تانية اخيره الجارد بتاعي الاب الاوس. انا عندي جارد هنا عندي جارد اسمه دكتور اهوت موجود وعندي دكتورز وهيروح على جدول الدكتور وبقى فاهم الامور كلها تمام ان هو في جدول الدكتور. حلو لغايه الان الامور كلها تمام. الجارد بتاعي مظبوط متسجل بشكل صحيح وبيروح على الجارد بتاع الدكتورز. حلو اتاكد من الموديل بتاع الدكتور برضو انا بقى يعني بنمشي خطوه بخطوه. اتاكد هذا الموديل بتاع الدكتور كلام جميل. انا هنا عندي نظام اوثنتيكيشن وعملت له نظام الاوثنتيكيشن اهوت والامور كلها تمام وزي الفل. طيب خليني اجي هنا اكتبه انا بايدي اقول له @.com والباسورد بتاعي 123456789 واقول له عملية تسجيل دخول. طيب هو دلوقتي لغاية الان برضو مش عارف. طيب خلينا برضو نروح على جزئية نتأكد منها اهم حاجة عندي هي عملية نروح على الاب نروح على ال HTTP نروح على او نروح هنا على الميدلوير اتأكد كده في نظام الاوثنتيكيشن. طيب نظام الاوثنتيكيشن هنا تمام اتأكد بس في الريدايركت هنا عندي طيب حلو قوي. شوف برضو من الحاجات اللي ممكن يعني تحصل معانا ان احنا مش فاهم يعني في جزئيات ممكن تقع منك فعشان كده انا بحب ايه امشي خطوه بخطوه عشان اشوف. انت هنا دلوقتي عامل في عمليه الريدايركت اوزنتيكيشن يعني انت بتقول له لو الراجل ده عمل اوزنتيكيشن بشكل صحيح ابدا اعمل له ريدايركت. طب هو هيعمل له ريدايركت فين؟ انا بقول له لو الراجل ده تبع اليوزر هتعمل له ريدايركت على الهوم خلاص هو فاهم. قلت له لو هو جاي لك من الادمن والامور كلها تمام اعمل له ريدايركت هو بدا يفهم. طب هنا الجزئيه الثالثه انا ما عرفتوش في عمليه الريدايركت هنا لو هو جاي لي من الدكتور وديه فين؟ اهو هاخد دي كده كوبي زي الشاطر اهو انا بقول له اف لو الراجل ده الاوزنتيكيشن من نوع دكتور كلام جميل هتعمل له ريدايركت على فين؟ انت في كونستانت كنت عامله عندك هنا كونستانت كنت عامله اهوت. لو انت جيت تبص تعالى كده اوريك برضه عشان تبقى انت واخد بالك. لو رحنا على الاب رحنا على البروفايدرز عندنا في الراوت سيرفيس بروفايدرز اهو انا برضه بحب اوريك انت كنت عامل هنا كونستانت هي اسمها دكتور اهو كلام جميل. قلت له دلوقتي لو نظام الاوثنتيكيشن بتاعي شكله صحيح وديني على الدكتور اهو هو بقى فاهم دلوقتي يعني هو الراجل بيقول له انك هتعمل تشيك لو نظام الاوثنتيكيشن بشكل صحيح على طول دايركت توديه على الكونستانت اللي انت عملته. طيب حلو تعالى كده نعمل ريفرش تاني بسم الله. لاحظ ايه اللي حصل هو دلوقتي بدا يفهم على طول راح هو الوقت راح لوحده دايركت على طول على الويلكم دكتور هو راح على الداشبورد بتاعت الدكتور اهو لان انت هنا ما كنتش محدد له نظام الاوثنتيكيشن بتاعك لو هو صح يروح فين. حلو انا يعني المميز في الفيديو انا دايما ما بحبش الحاجات اللي هي الحساسه اللي زي دي اتوقف معاها الفيديو كامل بحب اشوف كل مشكله قدامك عشان تبقى انت واخد بالك. في عمليه الاوثنتيكيشن بالتحديد لازم تكون مترتبه خطوه بخطوه 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 فدي الخطوه كنا ناسيينها وقعدنا ندور فكنت ماشي انا بص بتاكد من حته تمام اروح متاكد من الجزئيه الثانيه تمام اتاكد من الجزئيه الثالثه تمام اتاكد من الجزئيه الرابعه تمام خلاص يظبط معايا. هو دلوقتي بقى فاهم الجزئيات بالدليل ان انا ما عملت نظام اوثنتيكيشن قال لي ويلكم دكتور هو دخل على الداشبورد بتاعت الدكتور اهي بس جاب السايد بار بتاعت الادمن دي سيبك منها دلوقتي ما تركزش معايا. اذا دلوقتي هو زار ايه زار الداشبورد بتاعتي بتاعت الدكتور لغايه الان الامور كلها تمام وزي الفل. حلو قوي. لو انت جيت هنا بقى عملت تسجيل خروج نقف شويه ليه هو مش هيعمل تسجيل. بص تعالى كده نعمل تسجيل خروج انا بس همشي معاك بس واحده واحده. لاحظ هو مش هيعمل تسجيل خروج برضو شوف مع انك بتقول له تسجيل خروج شوف هو مش عارف هو ما يعرفش اي حاجه ليه اقول لك ليه تعالى واحده واحده زي الشاطر كده قفل كل الكلام ده اهو عشان ما انتهش براحتنا خالص قفل قفل الكلام ده قفل
ونروح نشوف ايه الجزئية بتاعتنا. انا عندي في هيدر فوق اهو ادي الريسورس ادي الفيو، عندي داشبورد، في عندي حاجة اسمها لي اوت، هلاقي عندي حاجة اسمها هيدر مين هيدر. حلوة، انزل تحت خالص كده في عملية تسجيل الخروج في المين هيدر. كلام جميل. انت كنت عامل هنا، انت بتقول له ايه؟ بتقول له لو الراجل ده جاي لك من الادمن هتعمل تسجيل خروج على الادمن، إلس والا اعمل تسجيل خروج من، لو جاي لك يوزر هتعمل تسجيل خروج من اليوزر، لو مش جاي لك يوزر يبقى اكيد هو جاي لك ادمن. لا بس انا عندي اختلف الكلام، الراجل ده ممكن يكون داخل لي ادمن، ممكن يكون داخل لي دكتور، ممكن داخل لي ويب اللي هو اليوزر العادي. فاذا في الحاله دي كل اللي عليا هعمل جزئيه بسيطه جدا هنا، الالس ديت بدل ما هي إلس هقول له هتبقى ايه؟ إلس اف. الله ينور عليك، وافتح القوسين بتوعه اقول له لو هو جاي لك من الادمن، لو هو جاي لك من الادمن. حلو، يبقى ناخد دي كل ببساطه كده اقول له لو جاي لك من الادمن اهوت، لو جاي لك من الادمن اعمل من الادمن. حلو، ركز، انا هنا بقول له لو جالك من الويب هتعمل تسجيل خروج من الويب، قال لي خلاص ماشي، قلت له لو جاي لك من الادمن هتعمل من الادمن. طيب نعمل حاجه تحت هنا تاني، الخطوه بتاعتنا إلس والا. طيب هو مش داخل لك ادمن ولا داخل لك يوزر، اذا هو داخل لك ايه؟ اكيد 100% داخل لك دكتور. عما نبقى نشوف في نظام اوثنتيكيشن ممكن يدخل معانا تالت او رابع والكلام ده كله هنشوف. انا قلت له دلوقتي الراجل ده اعمل تشيك جاي لك من الويب، اه هتعمل تسجيل خروج من الويب، قال لي خلاص ماشي. قلت له لو مش جاي لك من الويب ممكن يكون جاي لك من الادمن، قال لي خلاص ماشي. قلت له لو ما جاش لك من الاثنين دولت اكيد 100% جاي لك منين؟ من الدكتور. فانت على طول دايركت على طول تروح رايح تعمل لوج اوت مين دوت دكتور. كلام جميل. طب باشمهندس انت جبت اللوج اوت دوت دكتور دي منين؟ اقول لك اهو، انا ما جبتش حاجه من عندي وما الفتش حاجه، انا عندي هنا في الراوت بتاعنا ادي الريسورس ادي الراوت بتاعي في نظام الاوثنتيكيشن. انت عامل عندك راوت اهو اسمه لوج اوت، اهو مسميه ايه؟ مسميه اللوج اوت دوت دكتور. اهو انت بتقول له هنا هتزور اللوج اوت دوت دكتور. حلو، هو دلوقتي هيدخل يعمل ديستروي في الكنترولر، هيعمل ديستروي فين بناء على ايه؟ تعال نعمل ريسورس، نقول له الاب اتش تي تي بي الاوس، دخلني على الدكتور، هيعمل ديستروي، هو هيروح يعمل ديستروي من جدول مين؟ من الجارد بتاع مين؟ بتاع الدكتور. حلو كده الامور تمام، تمام كده ظبطنا بتاعتنا. طيب تعالى نعمل هنا ريفرش كده ونسمي الله ونعمل نقول له تسجيل خروج، المفروض دلوقتي ان شاء الله يخرج معانا على طول، خرج معايا دايركت زي الفل اهو. لو انا جيت دلوقتي تعالى بقى ندخل على الثلاثه، انا عايز ادخل دلوقتي النهارده عايز ادخل بالادمن، انا قلت له تسجيل دخول كادمن وقلت له ادخل على الادمن. هو دلوقتي ايه اللي حصل؟ دخل على داشبورد اسمها الادمن وقال لي ويلكم ادمن، وما تشغلش بالك بالسايد بار دلوقتي. حلو كلام جميل. طيب لو انا جيت دلوقتي خدت دي كده كوبي ورحت عامل تسجيل خروج، انا بعمل تسجيل خروج اهوت، يعني انا بقيتش موجود وعايز ازور اللينك ده بتاع الداشبورد، انا مش عامل لوجن وضغطت اوكي حولني دايركت على اللوجن، قال لي لا انت هتدخل على اللوجن لان انت اصلا ما ينفعش تزور الحاجه دي وانت لوجن. حلو، رحت رحت له الدخول كدكتور وقلت له هنا انا عايزك تعال نقول له دكتور @جيميل والباسورد 1 2 3 4 5 6 7 8 ونقول له خليه معانا هنا كوبي عشان نروح نشوف. انا كده دلوقتي هدخل كدكتور. حلو قوي، هو بقى دلوقتي بقى فاهم الدنيا بتاعت الدكتور وتمام وزي الفل. خلينا برضو نعمل له حفظ عشان مش كل شويه. طيب انا دلوقتي جيت خدت المسار ده بتاع الداشبورد بتاع الدكتور، عملت تسجيل خروج، انا كده خرجت. لو انا زرت الرابط ده مستحيل يدخل عليه، ليه؟ لان انا اصلا خرجت من عليه. تعالى كده ندخل، المفروض يرجعني على اللوجن تاني، يقول لي لا انت مش مسجل هنا دخول. حلو قوي، لغايه الان الامور كلها تمام وزي الفل. انا كده دخلت على اللوجن بتاعت الدكتور. طيب باشمهندس احنا لما دخلنا على الداشبورد بتاعت الدكتور احنا جه دلوقتي عندنا حاجه غريبه شويه، ايه هي؟ جه عندنا السايد بار هنا بتاعت الادمن. طب انا مش عايز السايد بار بتاعت الادمن تيجي، امال عايز السايد بار بتاعت مين؟ عايز السايد بار جديده، لان الدكتور لما يجي يدخل هيبقى عنده حاجه اسمها الكشوفات، مش عارف ايه، تقارير، ما اعرفش كذا، مش هيبقى عنده السايد بار دي. طب هو جاب السايد بار دي منين؟ اقول لك ناخد بقى واحده واحده كده ونقفل الكلام ده عشان نفهم الدنيا دي جت ازاي. حاضر اهو، تعالى هنروح على الريسورس، نروح على الفيو، نروح على داشبورد، هلاقي في عندي حاجه اسمها كلمه دكتور، هلاقي الداشبورد بتاعت الدكتور. حلو، هو الداشبورد بتاع الدكتور ده اول حاجه عامل ايه؟ عامل داشبورد لي اوتس ماستر، يعني هو بياخد من الماستر. حلو كلام جميل، تعال نروح نشوف ايه الماستر ده اللي بيقول عليه.
ادى اللي اوتس بتاعنا دلوقتي هو بياخد من الماستر ده، بياخد من الصفحه دي. طيب الصفحه دي اصلا لما بتيجي تاخد بتاخد من المين سايد بار اللي هو موجود هنا اهو، انا في عندي مين سايد بار هنا بالشكل ده. فاكر لو تتذكر في يوم من الايام كنت قلت لك شايف المين سايد بار ده، خد منه كوب وسيبه وارميه عندك. اها هو بقى احنا احتاجنا النهارده. طب قبل ما نعمل حاجه هنعمل حاجه ذكيه شويه. شايف صفحه الماستر دي؟ خد منها كده كوبي زي الشاطر وتعالى اهو واعمل هنا داش، قول له داش، نرجع قلت له هنا انا عايزك هنا في الماستر، هتقول له داش دكتور. يبقى انا عندي ماستر خاصه بالدكتور، كلام جميل، واضغط اوكي. حلو، انا بقى في عندي هنا دلوقتي بيقول لي اد، قلت له موافق خلاص. انا في عندي هنا ماستر اسمه دكتور، حلو لغايه الان كلام جميل. وهاجي شايف دي، خد منها كوبي زي الشاطر كده وسيب التانية زي ما هي موجود. حلو، انا عايز اقول له هنا ايه، ارجع اشيل دي خالص كده، هقول له انا عندي سايد بار جميله، مين سايد بار داش مثلا دكتور، كلام جميل. انا عندي دلوقتي مين سايد بار للدكتور خاصه بيه اهو، واضغط اوكي موافق. انا كده نزلت عندي المين سايد بار. طيب في عندي مشكله، هو مش حاسس ان هي بليد ليه؟ اقول لك ليه، تعالى هتلاقي في مسافه هنا، فعشان كده هو مش حاسس جزئيه البليد هنا اهو، في مسافه بين دي، فعشان كده هو مش شايفها ان هي بليد اهو، كده بقى شافها ان هي صفحه بليد. حلو قوي، لغايه الان الكلام جميل. انت كده دلوقتي عندك ده، عندك مين سايد بار عاديه خالص، عشان انا قلت لك ان في وقت من الاوقات لما جيت اشتغل هخلي كل داشبورد خاصه بحاجتها بالسايد بار بتاعها بكل شيء. تمام، ممكن نعمل عن طريق مثلا بيرميشن والكلام ده كله، بس انا عايز اعمل لك شغل تاني. يعني انا بحب دايما انوع لك، انا قبل كده في كورساتي اشتغلت بالبرميشن في السايد بار، لا احنا عايزين نعمل حاجه احترافيه شويه، نخلي الداشبورد بتاعت الادمن تبقى خاصه بيه، السايد بار خاصه بكل واحد خاص بيه. تمام، حلو، كلام جميل. انت هنا عندك صفحه اسمها ماستر دوت دكتور، صح؟ ادخل جواها. طيب هي بتعمل اكستند لمين؟ اول حاجه انت ما عندكش اختلاف في اي مشكله في كل دول، انت ما عندكش هيدر والفوتر والكلام ده كله، كل ده ما عندكش، انت عندك اختلاف في جزئيه واحده بس، انت عايز تقول له هنا في الماستر بتاعه الدكتور ديت انت هتعمل اكستند مش للسايد بار بتاعه السايد بار العاديه، لان انا قلت له مين سايد بار هيروح على بتاعه الادمن، لا انا هقول له داش دكتور. حل هو بقى دلوقتي خلاص الامور كلها تمام زي الفل. طيب لو جيت اعمل ريفرش هيختلف الكلام؟ مش هيختلف الكلام، تعالى ما اختلفش اي حاجه. ليه ما اختلفش اي حاجه؟ لان انت الى الان الصفحه بتاعت الداشبورد ديت بتعمل ايه؟ انت لو جيت تروح على الداشبورد بتاعت الدكتور انت بتعمل داشبورد لي اوت دوت ماستر، هو قاعد يجيب من الماستر برده، ما اختلفش الكلام. لا انا قلت له بقى دلوقتي انا مش عايزك تعمل اكستند من الماستر بتاعت الماستر العاديه، انا عايزك تعمل ماستر دكتور، يعني انا عايزك تعمل اكستند من دكتور. يعني من الاخر كده انا بقول له شايف الاكستند بتاعه الدكتور دي؟ قال لي اه. قلت له ايه اللي فيها؟ قال لي انت عندك مين سايد بار للدكتور وعندك الفوتر والهيدر ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده انت ما عندكش اختلاف، انت عندك اختلاف في الحته دي بس، فاحنا دي اللي احنا غيرناه. كلام جميل، تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل ريفرش. المفروض المين سايد بار تختلف كلها بالكامل، ما تبقاش بتاعه الادمن. ركز ركز، السايد بار ما بقتش بتاعه الادمن خلاص. هنا بقى هبدا احط سايد بار بمزاجي انا اهو. لو انا جيت قفلت كده اهو، لو انا جيت قفلت، بس عشان ابين لك حاجه، انا عندي مين سايد بار للدكتور، خليني اجي اكتب هنا مثلا على سبيل المثال، نقول له هنا مثلا ايا كان، مثلا نقول له الرئيسيه مثلا على سبيل المثال، عشان بس اشوف هي هتتغير معايا ولا لا. لو جيت عملت ريفريش المفروض كلمه مين هنا فوق دي تتغير بقت الرئيسيه. ركز، اهي بقت الرئيسيه هنا اهي. تمام، طيب حلو قوي، لغايه الان الكلام جميل. تعالى نفتح المين سايد بار العاديه، ناخد منها شويه حاجات نضحك عليه. ازاي نضحك عليه؟ اول حاجه هناخد الحاجات اللي فوق اللي هي نظام الاوثنتيكيشن ده عشان يجيب لي مين اللي فاتح. اجي هنا بمنتهى السهوله اقول له لو سمحت هنا في الديف ده بعد اذنك انا عايزك تجيب لي الشخص اللي فاتح. لو جيت عملت ريفريش هنا الكلام ده يختلف، يقول لي خالد مصطفى وجيب لي الايميل بتاعه. تعالى نروح نشوف، اعمل ريفرش يا عم، المفروض يقول لي خالد مصطفى وجيب لي الايميل بتاعه. اه خالد مصطفى، انت كده الدكتور فعلا خالد مصطفى وده الايميل بتاعه. لغايه الان الكلام جميل والدنيا زي الفل. طيب ايه تاني يا باشمهندس؟ عندي هنا في المين هيدر ديت، خليها احنا كده كده عندنا اسم البرنامج مش هيختلف. قلت له مثلا في الرئيسيه ديت خليها لي المين هيدر، المفروض يقول لي هنا تقريبا برنامج احنا كنا مسمينها برنامج اداره المستشفيات حاجه زي كده على ما اتذكر. خليني اشوف كده، اه برنامج اداره المستشفيات
كده ده بالنسبه لي الامور كلها تمام. طيب اتاكد يا باشمهندس ان الدنيا مظبوطه ولا لا؟ طيب لو عملت دلوقتي تسجيل خروج اهو، انا عملت تسجيل خروج عشان اتاكد، اروح مثلا على الادمن اشوف مثلا هل هيحصل مشكله في السايد بار بتاعه ولا الحاجه، ولا هيحصل اي مشكله. اهو انا بدخل الدخول كادمن، انا عايز اقول له ادمن واضغط اوكي. هو دلوقتي داخل معايا بشكل صحيح على مين؟ على الادمن اهو. هو ديت الاقسام بتاعت الداشبورد بتاعت تعال تعالى كده نفتح نشتغل من هنا، نقول له 127، خلينا نشتغل من المتصفح تاني، نشتغل على الدكتور نشوف مثلا ايه هيحصل تعارض بينهم ولا هيحصل اي حاجه. قلت له مثلا دخول كدكتور، طبعا هنا جايب بالانجليزي، ده هبقى اقول لك انا القصه ازاي بتاعتها. هنا الداشبورد بتاع اليوزر بتاعي كان اسمه ايه؟ كان اسمه دكتور @جيميل، وقلت له الباسورد 1 2 3 4 5 6 7 8، واقول له تسجيل دخول. كده دلوقتي الامور كلها تمام اهي. تعالى لو رحنا نشوف بس ايه اللي هيحصل. طيب تعالى هنا نغير اللغه بتاعتنا، اقول له احنا عايزين البرنامج بتاعنا يكون بالعربي عشان ينقله بالعربي، نشوف هل في تعارض ولا لا. ركز، ادي خالد مصطفى ده فاتح ايه؟ ويلكم دكتور، وده خالد مصطفى، وده السايد بار اللي هتبقى خاصه بخالد مصطفى اللي هو الدكتور عامه، مش خالد مصطفى، انا بتكلم على الجاردد اللي هو يخص الدكتور. كلام جميل. ولو رحت هنا عندي هنا انا فاتح البرنامج في الجزئيه الثانيه، انا فاتح ايه؟ ادمن. كلام جميل. طيب باشمهندس انت ليه بتعمل الجزئيه ديت؟ اقول لك ليه انا بعمل الجزئيه دي. انا دلوقتي عندي هيبقى جاردد نوع الدكاتره، الدكاتره بنسبه 70 او 80% ما فيش دكتور هيبقى واخد صلاحيات عن التاني. يعني مثلا النهارده انت دكتور في مستشفى وانا دكتور في مستشفى، ما ينفعش ان انت هتبقى مثلا ليك صلاحيات حاجات تانيه وانا ليا صلاحيات، هي كلها هتبقى صلاحيات واحده. يعني مثلا الدكتور ده هيكون عنده مثلا هنا يكون عنده مثلا تابه فيها الكشوفات، مثلا تابه فيها التقارير، تابه فيها كذا على واحنا شغالين. اذا دلوقتي السايد بار دي هتبقى كلها زيها زي الدكاتره، بس هي اختلاف ان ده كل واحد بيدخل باليوزر نيم والباسورد بتاعه. فاذا دلوقتي وانت داخل من بره لما بتيجي تحدد انا داخل ادمن، بناء عليه بيعرف انت رايح فين. لو داخل سوبر ادمن بناء عليه انت بيعرف رايح فين. الكلام ده كله زائد ان برضو ما يمنعش ان احنا هنعمل بيرميشن، هنستخدم باكج نعمل بيرميشن عليها على حاجات معينه ان شاء الله قدام هنظبطها. يعني ما فيش اي مشكله من الجزئيه دي. اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم، وخلينا نخلي التعديلات للدرس الجاي لان الموضوع طول وما كنتش حابب ان هو يطول بالشكل ده. بس مع ذلك ان انا شرحت لك كل التفاصيل اللي ممكن تواجهك في عمليه الجاردد عشان تبقى مركز كويس قوي، وانا مشيت معاك خطوه بخطوه عشان تبقى فاهم الخطا بيحصل فين، او هو مش خطا هو كان نسيان ان انا مثلا عملت جزئيه في الثانيه في الثالثه ونسيت الجزئيه الرابعه. انت تقعد تعمل تشيك كل شويه تلاقيه ما بيدخل، تشيك ما بيدخلش، وتقعد تتاكد تمام زي الفل. فانا فضلت اتاكد 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 لغايه ما افتكرت ان في عندي ريدايركت اوثنتيكيشن، انا مش عامل له ريدايركت اوثنتيكيشن، ففي الحاله ديت خلاص ظبطت الدنيا فاشتغل معايا. كده بالنسبه لي انا اموره كلها تمام. ان شاء الله من اول الدرس الجاي هنعدل في الداتابيز ونبدا بقى نشتغل على داشبورد الدكتور شويه، نبدا نزود له الكشوفات ويبدا يشوف الكشوفات بتاعته ويعمل عليها ابروف ولا لا. وان شاء الله في الدرس الجاي. اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.